السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية تاع سوق عراس اللي ناقف على الأشغال نتاع التهيئة تاع بعض الفضاءات العمومية في مدينة سوق عراس، واللي على حسب الصور اللي عندنا كما نقولوا حنايا هذا البيطون بريمير داير حالة في كل ولاية الوطن. ربي يجيب الخير، خاصة أن هذه الأشغال هذه تبدو لا فينيسيون تاعها غير في المستوى للأسف. نترككم تتابعون ما تبقى من هذا الفيديو. السلام عليكم.